شخصية معروفة من وزارة الصحة وهو الدكتور حسام عبد الغفار مستشار لوزير الصحة، وأنا برحب بيك دكتور حسام. مساء الخير. أهلا بيك. الحقيقة الموضوع ده أثار ردود فعل واسعة جدا، يا ترى أنتوا تعاملتم إزاي مع هذا الموضوع؟ يعني زي ما والد سارة قال هيك إنه موضوع سارة كموضوع جزئي بيتحل. الحقيقة إحنا تعاملنا بقى مع، يعني اللي أنا عايز أقوله هيك، إحنا دلوقتي بنتعامل مع المشكلة الإجمالية، لأنه الحقيقة تكرار احتياج المواطن إنه يلجأ إلى وسائل الإعلام عشان يلفت الانتباه لمشكلة ما، ده دليل إنه يا إما هو وسيلة تلقي شكواه غير مرضية بالنسبة لي، أو وسيلة التعامل مع شكواه غير مرضي بالنسبة لي. ده أكيد. الحقيقة دلوقتي بنقوم بمراجعة شاملة لآليات تواصل الوزارة مع المواطنين. النهاردة أنت أكيد في مشكلة بتخلي المواطن يلجأ إلى الإعلام عشان ياخد انتباه. مظبوط. هل هو ما مش عارف يوصل شكوته، ولا لما بيوصلها بيلاقي غير كافي بالنسبة لي؟ متهيألي دكتور لو هو فعلا لاقى رد الفعل القوي من الحكومة بتاعتنا من الوزارة أو من الجهة المعنية ما كانش لجأ للإعلام، هو بيلجأ للإعلام عشان يحولها لقضية رأي عام عشان يلقى مزيد من الاهتمام في أغلب الوقت. طبعا. فده دليل إن احنا عندنا إشكالية تحتاج إلى مراجعة، وده اللي احنا بنعمله حاليا. كويس. بالإضافة إلى حاجة تانية الحقيقة، يعني نقطة تانية برضو في نفس الجزئية، وهي إنه احنا يعني من فترة طويلة والحكومة بتتعامل مع مشاكل المواطنين على كل مشكلة فردية لوحدها. احنا اللي احنا بنحاول نعمله دلوقتي ان احنا نعمل يعني بنستعين بناس متخصصة في الإحصاء عشان تقول لنا لا احنا عندنا النهاردة 1000 شكوى بخصوص الموضوع الفلاني. ده معناه انه في نمط معين غير راضي المواطن. ليس بالضرورة ان هو غير راضي لانه الموظف يديش الخدمة كما ينبغي، او ان هو ما بيتلقاش العلاج كما ينبغي. قد يكون الموضوع بحاجة الى تغيير تشريعي، بحاجة الى تعديل في قانون. هو ده موضوع كبير معين. يعني متهيألي ده موضوع كبير بقى، محتاج زي ما حضرتك قلت ان احنا كلنا كده نتكلم فيه علشان نوصل بالخدمة الصحية اللي بتقدمها الحكومة للمواطن المصري للكفاءة المطلوبة. بس قبل ما اختم معاك دكتور حسام لو اذنت لي، يعني ربما اللي بيتابعنا عايز يعرف في عجاله كده ايه اللي حصل مع ساره. هو الحقيقه ملف ساره بالتحديد مش معايا، لكن اللي انا عارفه انه ساره تم يعني ارسالها الى احد الاماكن المتخصصه للعلاج، وبدا يبقى في تحت اشراف وزاره الصحه. تحت اشراف وزاره الصحه لحالتها بالخصوص. تمام. تمام. بالنسبه لموضوع ساره خصوصا، يعني احنا بنشكركم طبعا جدا على التواصل والتفاعل مع هذا الملف، وبشكرك على المداخله معانا الدكتور حسام عبد الغفار مستشار لوزير الصحه، وبشكر طبعا ثروت عامر وساره، بقول لها ربنا معاكي ان شاء الله، ولما الحاله كده تتحسن نبقى نكون معاكي ونتابعك باذن الله يا ساره.